أثره. هناك أمور كثيرة من قبل غير المسلمين تعتبر قبائح في الإسلام، إشكالات غير المسلمين على المسلمين في أمور، ابتعاد غير المسلمين من الإسلام بسبب أمور، وهذه الأمور أشد عندهم بكثير من التطبير وأمثال التطبير. أذكر لكم نماذج من النماذج. هذا الشيء الذي يعد قبيحا عند أكثر البشر من القبائح، تحليل الإسلام لتعدد الزواجات. أكثر العالم الغربي، لا أقول أكثر العالم الغربي، تقريبا كلهم باستثناء قلة قليلة منهم، يعتبرون من المساوئ الكبيرة في الإسلام أنه يحلل تعدد الزواجات. يعني ماذا؟ يعني ملايين، لا يعني مئات الملايين من البشر يبتعدون عن الإسلام بسبب تحليل الإسلام لتعدد الزواجات. الذي عاش في الغرب يعرف ما أقول، الذي قرأ جرائد أو مجلات منهم يعرف ما أقول. هذا يعتبر شيء قبيح جدا، هذا يعتبر شيء منفر للناس من الإسلام جدا. لماذا الإسلام يحل تعدد الزواجات؟ إذا كانت شعيرة التطبير توجب تشويه المذهب، هذا الحكم يوجب تشويه المذهب أكبر تشويه. ارفع اليد عنه، قل هذا حرام. الحجاب، ملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين من البشر يبتعدون عن الإسلام بسبب حكم الحجاب، تشويه الدين، هذا يوجب تشويه الدين. إن كانت تلك الشعيرة بسبب أن بعض الغربيين يرى هذا الشيء قبيحا، فإذن يوجب تشويه المذهب والدين. الحجاب عند أكثر البشر الغربيين والشرقيين يعتبر منقصة كبيرة في الإسلام، رجالا ونساء. الرجال يرفضون الحجاب، حجاب النساء، والنساء يرفضن الحجاب. إذن ارفع اليد عنه، قل الحجاب محرم لأنه يوجب تشويه الدين. أي تشويه؟ تشويه للدين ليس أكبر من التطبير، أصلا لا قياس بينهما. كم من البشر يبتعد عن الإسلام بسبب التطبير؟ قلة. كم من البشر يبتعد عن الإسلام بسبب الحجاب؟ أكثر البشر، أكثر البشر. أحكام العبودية، بل أساسا أصل إقرار قانون العبودية في الإسلام، هذا شيء من المآخذ الكبيرة للناس للغربيين خصوصا عن الإسلام. كيف يقر الإسلام قانون العبودية؟ طبعا بشروطها، بشروطه، ولكن كيف هذا القانون يقر؟ هذا شيء يعتبر من القبائح إلى يومنا هذا، حتى أحيانا هذا الشيء ينتقل حتى إلى بعض جرائد ومجلات تطبع في بلاد المسلمين، أنا قرأت بعضها، هذا يعتبر من القبائح عندهم، يجب تشويه الدين. إذن انفي هذا القانون كليا. العديد من الأحكام المرتبطة بالنساء، المرأة الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من الدار إلا بإذن زوجها، هذا يعتبر من القبائح عندهم. المرأة في بعض صور الإرث ترث نصف الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين،
المرأة لا يحق لها أن تجلس في منصب القضاء أو المرجعية وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالمرأة. هذه تعتبر من المآخذ الكبيرة على الإسلام. اذهب إلى الحج، العديد من شعائر الحج تعتبر من القبائح عندهم. رمي الجمرات، هؤلاء مجانين، هذا كلامهم، يصرحون بهذه العبارة، هؤلاء مجانين، يأخذون حجرا يرمون به حجرا. خلع الملابس ولبس ثوبي الإحرام يعتبرونه نوع تخلف. الأشد من هذين مسألة الذبح بمنى، هذه المسألة عند الغربيين تعتبر منظرا من مناظر التوحش بالمسلمين. يا أخي 3 ملايين شات، مليوني شات يذبحونها في يوم واحد في مكان واحد، هذا يعتبرونه من مظاهر التوحش. خلاص هذا الشيء يكون محرما، الذبح بمنى يصبح محرما، لأنهم ينظرون إلى هذا الشيء بعنوان شيء من مظاهر التوحش. يحبون الدماء هؤلاء المسلمون، يريدون أن يذبحوا. طريقة نحر الإبل، هذه الطريقة عندهم تعتبر نوع من أنواع التوحش. تعلمون الإبل بطريقة معينة تذكى، طريقة التذكية في الإبل النحر ليس الذبح، النحر يعتبر من مظاهر التوحش عندهم. والعشرات لا والمئات، أنا ذكرت بعضها حتى تعرفوا، وهذه أشد بنظرهم إن كان نظرهم، إن كان رأيهم، إن كانت نظرتهم إلى الإسلام هذه هي الملاك، ارفعوا اليد عن العشرات من الأحكام الشرعية. أصلا الإسلام يتغير إلى دين آخر خلاص. لماذا فقط تأتي إلى الشعائر الحسينية تطبق هذا الحكم؟ مجموعة من أبنائكم الآن يدرسون في بلاد الغرب، اسألوهم، أو أصدقاؤكم الذين يعيشون في بلاد الغرب، كم مرة في كم كتاب في كم مقال قرأوا أشياء ضد الإسلام بسبب الحجاب؟ عشرات المرات، مئات المرات. كم مرة قرأوا مقالات كتب ضد الإسلام بسبب تعدد الزواجات؟ مئات المرات، إن لم أقل آلاف المرات. كم مرة قرأوا مقالا كتابا ضد الإسلام بسبب التطبير؟ لعله ولا مرة واحدة. أنا سألت بعضهم، بعض أصدقائنا يعيشون هناك 20 سنة 30 سنة 40 سنة هناك يعيشون، سألت العديد منهم هل قرأت مقالا ضد الإسلام بسبب التطبير؟ الذين سألتهم أنا كلهم قالوا لا ولا مرة واحدة. اسألوهم كم مرة قرأت مقال كتاب في جريدة في مجلة في قنواتهم الفضائية في قنواتهم المحلية ضد الإسلام بسبب أحكام ثانية؟ كثيرا. هذا يجب تشويه المذهب، تلك يجب تشويه المذهب. إن كان تشويه المذهب محرما كل تلك الأحكام تصبح محرمة. وتعرفون أنه يعتبرون تشويه المذهب من أكابر المحرمات، تلك أيضا توجب تشويه المذهب. بهذا التفسير تلك توجب تشويه المذهب أشد بكثير من الشعائر الحسينية حسب ادعائهم.